أضحت بك الإحساء ساكتة وقد رجفت بمن فيها وكادت تقلب. هذا الشطر من ديوان علي بن المقرب الشعري واللي انكتب في القرن السابع هجريا، ولو ما في ترميم كان اندثر هذا الديوان وغيره الكثير من الكتب. أنا الآن في مكتبة الملك عبد العزيز العامة وتحديدا مركز الترميم. الكتاب هو كتاب مطبوع، أما المخطوط هو ما خط باليد، كل ما خط باليد. طبعاً بالترميم كل كتاب له تعامل، المخطوطة له تعامل. أول شيء المطبوع يتعامل معاملة تختلف بالكامل عن المخطوط نفسه، من طريقة المعالجة، طريقة الترميم، طريقة الحفظ، ترميم الغلاف أو ترميم الورق، يعتمد على نوع التلف طبعاً، وكلهم بنفس المتعة. أقدم كتاب من كتب النوادر اللي هو سنة 1609، وأقدم مخطوطة عندنا اللي هي سنة 377. طبعاً صفات كثيرة اللي المتطلبة في المرمم نفسه، بس أهم حاجة اللي هو الدقة، الصبر، طولة البال. يعني أحياناً يجينا مثلاً إيش كتاب ممكن أرممه في شهرين، وممكن كتاب أرممه في يومين، طبعاً هو على حسب التلف الموجود في الكتاب. فهنا لازم يكون في صبر وطولة بال، على أنه أنا قاعدة أرمم مادة واحدة ممكن تأخذ مني مدة طويلة. مركز الترميم مسؤول عن ترميم الوثائق والكتب والمخطوطات، يأخذونها بحالة متهالكة ويرممونها ويحطونها في مكان مخصص عشان يحافظون عليها. طبعاً رممنا كتب كثيرة ومخطوطات كثيرة، تقريباً هذه السنة وصلنا لحدود 3000 تم ترميم 3000 مادة. فأطلقنا مبادرة نشر الوعي بالترميم أهدافه وثقافته، وكانت مبادرة مرة رائعة وجميلة. الترميم قبل ما يكون مهنة هو شغف المحافظة على التراث، وعشان كذا مكتبة الملك عبد العزيز العامة قامت بمبادرة الترميم. يروحون للأماكن العامة ويرممون بشكل مباشر ويعلمون المهتمين الأساسيات.